يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعفي الهوى الهوى ما زال فتانا كل يوم لنا ميت نشيعه ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا يا نفس مالي يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا أخوتنا أخوة الإيمان الإسلام يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة صدقت سيدي أبا القاسم يا رسول الله وكما بدأنا نختتم وخير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ المبدع الشيخ أنور الشحات محمد أنور يتفضل مشكورا لتسعد به الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْتِي
تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللي انت عايزه كله صفر من واحده ما بتشيلش شويه. خالص بس تعالى لحد مصطفى. عليك
يا عم ورق
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فذكر
فذكر فذكر نفعت الذكر فذكر نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربي فصل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل قد افلح من تزكى ذكر اسم ربي فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا خير وأبقى ما خليك مولانا تفضل قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى على المجال
القمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدقت إليه فيما قلت وأبدأت فيما أحكم، صدقت وقولك الحق، إنك على كل شيء قدير. أخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه السنوات المباركة في هذه الليلات المباركة التي تلا على مسمى حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وهو صاحب الفضيلة فضيلة الكرم الشيخ أنور الشحات محمد أنور المقيم بالقاهرة، كما نقلت على مسمى حضرتكم صوت المدون من شركة اليماني الكهربائية للصوت والضوء إدارة الحاج سيد اليماني وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى المتشاكل دي شارع 10. أما من أولى مخازن الفراشة الذهبية فراشة شيخ الدار الكبرى لصاحبها الحاج إبراهيم شيخ الدار وأولاده المقيمين بالجبرية مركز المحلة الكبرى. وبناء على صاحب العزاء شكر الله سعيكم وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.